ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم قرايه عامه لمواليد برج الجوزاء. هنتكلم فيها القرايه دي عن المال وعن العمل وعن العاطفه لمواليد برج الجوزاء، وهنشوف برج الجوزاء الشهر ده على جميع الاصعده، شهر 9 سبتمبر. يلا يا برج الجوزاء ما تنسوش تحطوا اللايك، ويلا نبدأ نشوف طاقة برج الجوزاء. وبرج الجوزاء بيفكر في ايه الشهر ده، وايه الحاجات اللي منتظرة برج الجوزاء. بسم الله. برج الجوزاء شهر 9، نشوفه على جميع الأصعدة. آتي مواليد برج الجوزاء. برج الجوزاء، خليني أبدأ معاك الأول بالمال والعمل. و شايفه عندك يا برج الثور، يا برج الجوزاء سوري، شايفه عندك يا برج الجوزاء بدايات جديده في العمل و ترقيه للبعض منكم، ووصول لمنصب اعلى من المنصب اللي انت كنت فيه. شايفه كمان عندك سفر للبعض منكم، في سفر وانتقال من مكان لمكان. هتسافر، هتشتغل في مكان تاني يا برج الجوزاء. شايفه عندك انتقال او سفر سريع ان شاء الله يكون الشهر ده. في اخبار حلوه عن السفر اللي انت ناوي تسافره، وفي مكان حلو انت بتنطلق عليه وبتسافر وبتغير مكان عمل وبتوصل لمكان احسن باللي انت فيه او اللي انت كنت فيه، لان كنت شايفه عندك جادجمنت، كنت شايفه عندك تعب، وكنت شايفه عندك صعوبه في العمل. ولكن كل الامور دي كلها ان شاء الله هتنتهي وهتروح مكان احسن. في عندك تغيير لمكان، هتروح مكان جديد يا برج الجوزاء، او هتتنقل من بيت لبيت او من مكان عمل لمكان عمل تاني، والمكان ده هيكون فيه خير ليك ان شاء الله، وهيكون فيه انفراجة حلوة وتغيير بقى عتبة وتغيير مكان من مكان لمكان، هيكون افضل ليك ان شاء الله يا برج الجوزاء. شايفاك الشهر ده منطلق وبتغير مكانك زي ما قلت لك، او شايفه البعض كمان كانك بتغير بيتك او مكان عمل عندك. البعض اللي هيغيروا من مكان لمكان او بيغيروا في ديكور البيت بتاعهم. اذا كنت مش هتنتقل للبعض منكم اللي هما مش هينتقلوا من بيت لبيت، شايفه انه في كانك بتغير في ديكور البيت عندك، كانك بتشتري حاجه جديده، عفش جديد، في حاجه انت عايز تشتريها او حاجه عايز يعني تجيبها. وللبعض منكم عندهم يعني امور بتخص العقارات، سواء بيع او شراء، كانه ارض، كانه شقه، كانه بيت جديد. في امور عندك بتخص البيع والشراء، وزي ما قلت لك هيكون في راحه وهيكون في استقرار، وفي فرص حلوه للسفر عند البعض من مواليد برج الجوزاء. وفي اوراق يا برج الجوزاء بتخلص، وبتبدا تبص على مكان جديد او عمل جديد. الامور عندك كانت ماشيه يعني ببطء كده ومش ماشيه بسرعه، ولكن ان شاء الله كل الامور دي هتتعدل وكلها هتتعالج وهترجع الامور تمشي بسرعه تاني، وهترجع الامور بتاعتك تظبط. في بدايات جديده في الشغل بتاعك اهو، وفي انطلاقه حلوه هتبدا ان انت ترجع احسن من الاول في العمل، و هتلاقي حظوظ حلوة على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد المالي.
شايفة عندك أمورك المالية حلوة، الشهر ده في فلوس في إيد برج الجوزاء أيا كانت بقى جاية لك منين، بس أنا شايفة إن برج الجوزاء معاه جزء مالي أو في إيده فلوس. شايفة برج الجوزاء الآن اللي راحل أو اللي ماشي أو اللي مسافر عنده قلق، بس أنا حابة أقول لك ما تقلقش وما تفكرش في الماضي يا برج الجوزاء. البعض من برج الجوزاء كان سافر قبل كده وما توفقش في السفر بتاعه، بس انا حابة اقول لك ان شاء الله السفرية دي هتكون احسن وهتتوفق، وبطل تفكر في الذكريات المؤلمة الخاصة ب الماضي المؤلم اللي حصل لك او بالسفر اللي ما توفقتش فيه. بص للي جاي وانطلق يا برج الجوزاء، وحاول ان انت تفكر في كل جديد، وفي اخبار حلوه جايه لك عن الموضوع اللي انت بتفكر فيه بقى، سواء عمل او سواء سفر، في اخبار حلوه انتظرها او في رساله حلوه هتجيلك. الامور ماشيه معاك ببطء شويه، بس ان شاء الله كلها هتعدي، وكل الامور الصعبه في حياتك العمليه هتنتهي يا برج الجوزاء، وان شاء الله هتمسك فلوس بعد كده، وربنا هيعوض عليك في المكان الجديد اللي انت رايحه، لان شايف البعض منكم عنده سفر يا جماعه، او عنده نقله من بيت لبيت او من مكان لمكان زي ما قلت لكم. البعض منكم بيعمل مشروع جديد، شايفه في مشروع بيفكر فيه برج الجوزاء وبيفكر ان هو يعمله. انطلق يا برج الجوزاء وابدا اعمل المشاريع اللي انت عايزها، وحاول ان انت يعني ما تخليش اي حاجه قديمه تسيطر عليك وتسيطر على افكارك، وابدا في الجديد، وان شاء الله هتتوفق بإذن الله في الشغل أو في السفر. أنت بتقول أنا خسرت قبل كده في السفرية ليا أو في شغل ليا، وحسيت بخيبة الأمل، ولكن خلاص ده عدى، عندك جادجمنت، ده كان في الماضي، فما تحيرش نفسك وابدأ فكر في الجديد، وإن شاء الله مفيش خسارة تاني ومفيش حزن تاني ومفيش ألم تاني، بطل توتر وابدأ من جديد يا برج الجوزاء، لأن الأمور عندك إن شاء الله بتتعدل وبتبدأ الأمور تتحسن، وكل حاجة هترجع زي ما كانت إن شاء الله وأحسن كمان يا برج الجوزاء. شايفاك منطلق خلاص، وهتبدأ تفكر في اللي جاي، وهتبدأ تبص على الجديد، وده الصح إن أنت تبطل تفكر في الماضي، وان شاء الله عندك فلوس اهو، عندك موارد جديده، حاجات جديده هتشتريها او هتمتلكها يا برج الجوزاء ان شاء الله. كمان شايفه عندك الايس اوف سورتس، وده بيقول لك ان انت هتنجح وهتاخد قرار وهتبدا بدايه جديده ان شاء الله في عملك او في سفرك ده يا برج الجوزاء، وان شاء الله هتتوفق وهتوصل للحاجة اللي انت كنت عايز توصل لها بقى من زمان، سواء بلد معين عايز تروحها او سواء شغل جديد انت حابب ان انت تكون فيه يا برج الجوزاء. وشايفة كمان عند برج الجوزاء الايس اوف وانس، وده كمان زي ما قلت لك وظيفة جديدة، مكان عمل جديد، عندك سفر بيأكد على السفر، هو ويلز تشاريوت بيأكدوا لي على السفر وعلى البدايات الجديدة إن شاء الله اللي منتظرة برج الجوزاء الفترة دي، أمورك إن شاء الله تتحسن يا برج الجوزاء. خليني يا برج الجوزاء أقول لك على الأبراج اللي أنا شايفاها قدامي، ودي ممكن تكون أبراج دي أنت بتتعامل معاها. عندك الإيس أوف سوردز، عندك برج الجوزاء وبرج الميزان وبرج الدلو، كمان عندك الايسوفونس، برج الحمل وبرج الاسد وبرج القوس، وعندك برج الثور والحمل تاني، عندك كذا برج، عندك ثور وحمل وعذراء كمان يا برج الجوزاء. كمان عندك ايه تاني في الابراج؟ عندك تاني ثور وجوزاء طالعين لك تاني. طيب برج الجوزاء شايفاك متوتر قوي وخايف برضو في نفس الوقت من التجربة الجديدة اللي انت هتمر عليها، سواء سفر او سواء شغل جديد. ببشرك بطل توتر، بطل قلق، امورك الجاية هتكون احسن بإذن الله يا برج الجوزاء،
روتك حلوه، الامور فيها شويه يعني الامور ماشيه ببطء شويه، بس خلاص هترجع تاني الامور تتظبط معاك وهتبدا من جديد ان شاء الله في الحياه اللي جايه، سواء العمل سواء العاطف سواء العمل سواء المال. طيب برج الجوزاء، خليني اتكلم معاك شويه عن الصحه، او نشوف برج الجوزاء صحيا الفتره دي. شايفه عند البعض يعني في امور صحيه يعني فيها شويه تعب شويه، بس يعني حاجه عريضه كده وهتنتهي بسرعه، والامور الصحيه ان شاء الله هتكون احسن. شايفاك بصحه جيده، شايفه ممكن حد يعني قريب من برج الجوزاء، حد من قرايبك مثلا الوالده الوالد الاخت الاخ عنده وعكه صحيه خفيفه، و شايفه برج الجوزاء بيهتم بيه، ولكن برضو هتنتهي. وشايفه ان شاء الله الامور الصحيه لبرج الجوزاء نفسه هتكون حلوه وهتكون على ما يرام، وان شاء الله مفيش اي حاجه مقلقه برج الجوزاء. طيب برج الجوزاء، خليني اتكلم معاك بقى عن العاطفه، ونشوف العاطفه بتقولك ايه الشهر ده. شايفه عاطفه برج الجوزاء الشهر ده فيها حد جديد بيدخل حياه برج الجوزاء، في حد هتقابله هتعجب بيه يا برج الجوزاء، وهو كمان هيعجب بيك. برج الجوزاء شايفه البعض منكم مشي وبطل تفكير في حبيب سابق، او حد ما قدرش برج الجوزاء، او حد ما يعني ما كملش معاك، فشايفاك انت وليت بظهرك ومشيت وما كملتش معاه وسبته يا برج الجوزاء، مشيت وبصيت قدامك. ممكن الحد ده يكون من برج الدلو على فكرة، وممكن لا، بس دي يعني الطاقات اللي ظاهرة. شايفاك خلاص مشيت وبصيت قدامك ونسيت اللي فات، وبتبدأ حياة من جديد يا برج الجوزاء، وده الأحسن والأفضل ليك يا برج الجوزاء، إن أنت تبص قدامك وتبدأ تنتبه لمستقبلك، وتبدأ تدخل حياة عاطفية جديدة إن شاء الله. شايفة كمان برج الجوزاء زي ما قلت لك في حد جديد، وفي حد قديم بقى بيفكر في برج الجوزاء وحاسس بحزن وحاسس بألم وحاسس إنه خسرك يا برج الجوزاء. هو في حد معين رفض برج الجوزاء او رفض يكمل مع برج الجوزاء، ولكن الحد ده حاسس بالحزن وحاسس بالالم، وعارف ان هو خسرك، وعارف ان انت خلاص يعني مشيت ومش هترجع تاني، فبيندم نفسه على كل لحظة او كل يعني كل مرة قال فيها لنفسه انه مش هيكمل معاك، فبيندم قوي، كل لحظة بيفتكرك فيها بيندم بيندم، وبيقول انا اللي عملت كده، او انا السبب اللي انا خسرت في برج الجوزاء. طيب شايفة زي ما قلت لك يا برج الجوزاء في حد جديد، الشخص ده ممكن تكون هتقابله في السفر بتاعك، او هتقابله في الشغل الجديد اللي انت هتروحه، في حد جديد هيدخل حياتك. كروت بتأكد ان في حد جديد هيدخل حياة برج الجوزاء، والشخص ده عندك هنا ايس اوف سوردز وايس اوف ووندز، الشخص ده هتبدأ معاه بداية جديدة، وفي فرصة كبيرة للارتباط بينك وبينه يا برج الجوزاء، في فرصة كبيرة ان انت ترتبط فيها مع الشخص ده. برج الجوزاء الشخص القديم نفسه يتواصل معاك، يعني ممكن فعلا يرجع ويتواصل معاك، يعني استنى منه رسالة، في رسالة او في مكالمة، في حاجة معينة من الشخص القديم ده، و يعني هيرجع تاني يكلم برج الجوزاء اذا اتيحت له الفرصة. في اقرب فرصة هتلاقيه بيكلمك، وقريب جدا هتلاقيه بيرجع وبيعتذر للناس المنفصلين، وفي البعض للمنفصلين جاي لهم حد جديد. يا جماعة الناس المنفصلين في حد جديد جاي لهم، وكمان العزاب في حد جديد
هيطرق باب برج الجوزاء ان شاء الله. شايفة كمان برج الجوزاء بيقول لنفسه ان الشخص ده ما يستاهلنيش، الشخص اللي هو رفض يكمل مع برج الجوزاء او ساب برج الجوزاء، او برج الجوزاء هو اللي سابه، لان خدوا بالكم القرايه ممكن تكون عكسيه. شايفه ان برج الجوزاء بيقول الشخص ده ما يستاهلنيش وما كانش هيديني الحاجه اللي انا كنت منتظرها. شايفه كمان ان في اول الشهر يا برج الجوزاء العاطفه عندك يعني مش ولا بد، ولكن الامور ان شاء الله هتتحسن بس في نهايه الشهر، لان شايفاك مش مستقر عاطفيا في اول الشهر، في ممكن تكون في مشكله عائليه او مشكله مع العيله عندك او الاهل عندك هتاثر على وضعك مع الشريك، فخد حذرك وانتبه كويس قوي يا برج الجوزاء. ما تحاولش ان انت تخلي عصبيتك تسيطر على الوضع، وان شاء الله الامور هتكون احسن في نهايه الشهر. وشايفه ان في حب بيرجع لبرج الجوزاء، في حد قديم كمان راجع، وفي اجواء رومانسيه هيعيشها برج الجوزاء، ممكن كمان يعني يكون في ارتباط ان شاء الله على نهايه الشهر سواء خطبه او زواج. طيب برج الجوزاء خليني اخد لك كارت من الكروت بتاعه الرومانس ونشوف كروت الحب دي هتقول لك ايه. بسم الله برج الجوزاء، برج الجوزاء، نشوف نصيحة كروت الرومانس هتقول لنا ايه. بسم الله ناخد لك كارت كده. طيب برج الجوزاء الكارت ده بيقول لك ان الحب او الشخص ده بيستحق الانتظار للناس اللي يعني بتقول ما استناهوش تاني، ما مش هيرجع اللي انفصلوا، لا الشخص ده يستحق الانتظار، ولكن يا برج الجوزاء في توقيت الهي هيرجع فيه الشخص ده لانه توأم روحك، فالصبر يا برج الجوزاء الصبر. في حاجات معينة ليها وقت تحصل فيه، والحاجات دي خارجة عن الإرادة بتاعتك وخارجة عن سيطرتك، فالملائكة هنا بتقول لك خليك يا برج الجوزاء مستعد، لأن ده الحب الحقيقي، والبطاقة دي بالذات بتفكرك إن العلاقة دي تستحق الانتظار، و ده التوقيت الإلهي بتاعها، أو هيكون في وقت معين لرجعة الشريك أو لرجعة الحبيب ده إن شاء الله يا برج الجوزاء. طيب خديني كده يا برج الجوزاء أخد لك كروت خاصة بأسئلة الملائكة، وهاخد لك 3 كروت. تمام. طيب بص بقى يا برج الجوزاء ركز كده، هسحب لك أول كارت ده هيكون لنصايح الملائكة، فاديني الطاقة بتاعتك وهسحب لك نصيحة من نصايح الملائكة. انت اول كارت ده لنصايح الملائكة. طيب خلينا بقى نسحب تاني كارت، وهو خاص بالتوقيت اللي ممكن ترجع فيه لشريكك او تكونوا تاني مع بعض. نسحب بقى بطاقة ذهبية علشان نشوف، خلينا في دي مثلا نشوف الميعاد اللي ممكن ترجعوا فيه لبعض. طيب هسحب كارت تالت، وهو نعم او لا، اسأل سؤال اجابته نعم او لا، وهنشوف اجابته يا برج الجوزاء بتقول لك ايه. خلينا بقى نشوف رسائل الملائكة. meditation brings answers، ده اول كارت اللي هو نصايح الملائكة، وده معناه او بيقول لك ان التأمل هيجلب ليك الاجوبة يا برج الجوزاء. حاول ان انت تتواصل مع نفسك ومع افكارك، وخرج من دماغك اي افكار ما كانتش ناجحة، وانت مش هتلاقي الاجابة على اسئلتك غير لما تتعمق شوية مع نفسك وتبدأ تسأل نفسك
وتسأل من جواك انت عايز ايه وعايز توصل لايه، وحاول ان انت تتأمل شوية، اقعد كده اعمل لنفسك مديتيشن، اقعد في مكان هادي يا برج الجوزاء، شغل شمعة، شغل اي حاجة بتهدي اعصابك، اقعد على البحر، اقعد في مكان فيه خضرة، اعمل تأمل، العب يوجا، حاول ان انت تتواصل مع نفسك. كمان هيجي لك احلام وانت نايم، فحاول ان انت يعني تاخد بالك منها، لان دي هتكون اشارات للاجابة بتاعتك على الاسئلة. حاول ان انت تعمل مديتيشن وتعمل استشفاء لنفسك، وتحاول ان انت تهدي اعصابك يا برج الجوزاء علشان تلاقي الاجوبة على اي سؤال انت عايزه. طيب الكارت التاني الخاص ببرج الجوزاء، وهو بيقول لك ويت، وده الكارت اللي قلنا هنشوف الحبيب راجع فيه امتى. الكارت ده بيقول لك انتظر شوية يا برج الجوزاء، زي ما قلت لك اصبر شوية، الملائكة هنا بتقول لك مش دلوقت، ولكن هيكون ان شاء الله بعدين. يعني فيما معناه الكارت ده برضو بيقول لك يعني حتى الوصول للجنة بيبقى عايز صبر، فاصبر وان شاء الله الحاجة اللي انت عايزها هتكون مجابة، ولكن استنى شوية هتجيلك في الوقت اللي انت هتكون فيه مستعد ومتأكد من نفسك ومتأكد من ذاتك يا برج الجوزاء. هتوصل في الوقت المناسب للحاجة اللي انت ان شاء الله عايزها. طيب ده كان اجابة تاني سؤال اللي هو امتى رجعت الحبيب الشهر ده ولا لا، فقال لك استنى شوية. طيب الكارت الثالث اللي هو السؤال اللي انت سألته نعم او لا، وهنا نو هنا معناها ان انت مش لا، ولكن معناها اجمع معلومات اكتر على الحاجة اللي انت عايزها يا برج الجوزاء، وانت ان شاء الله هتلاقي او هتوصل للاجابة اللي انت عايزها. يعني نو هنا مش معناها لا، معناها اجمع معلومات اكتر وتأكد اكتر من نفسك وتأكد اكتر من مشاعرك، وانت ان شاء الله هتلاقي الاجابة على اسئلتك. دي كانت قرايتك يا برج الجوزاء لشهر 9. لو سمحت لو عجبتك القراية ما تنسيش تضغط لايك وشير وسبسكرايب، فعل زر الجرس علشان اي فيديو جديد يوصلك لو كنت حد جديد معانا، واتمنى يا رب القراية تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد يا برج الجوزاء.